لهجماتهم صوت الزلزال ولضرباتهم الموجعة وقع الصاعقة، يحيلون السماء جحيما في وجه أعدائهم ويطوون المدى مخترقين حاجز المستحيل. القوات الجوية المصرية، نسور في السماء. أكد الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار دفاعا عن سماء مصر وردعا لأي عدوان على مجالها الجوي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية والذي يوافق 14 من أكتوبر من كل عام في ذكرى معركة المنصورة الجوية. ونلتقي بكم في هذا اليوم من كل عام لنحتفل بيوم يعتز ويفخر به رجال القوات الجوية على مر الأجيال، والذي يستدعي سجلا مشرفا نحرص على أن نرسخه في وعي الأجيال ليستمدوا منه إلهاما متجددا يعزز في قلوبهم قيم الوطنية والانتماء لمصر وأرضها، وهو ذكرى يوم 14 من أكتوبر لعام 73، حيث دارت معركة المنصورة الجوية لمدة تصل إلى 53 دقيقة ومشاركة أكثر من 150 طائرة من الجانبين في أطول معركة جوية التي برهنت على المدى الجاهزية والكفاءة العالية لرجال القوات الجوية. ووجه قائد القوات الجوية التهنئة لرجال القوات الجوية بمختلف تخصصاتهم بمناسبة عيد القوات الجوية، مشيدا بما يبذلوه من بطولات وتضحيات لحماية سماء مصرنا الغالية على كافة حدودها الاستراتيجية، وطالبهم بمواصلة العمل ليل نهار لاستمرار تحقيق النجاحات التي يحققها نسور القوات الجوية بكل كفاءة واقتدار. ولتبقى ذكرى نصر أكتوبر برهانا حيا ومتجددا على شموخ قواتنا المسلحة وشجاعة وتضحيات أبطالها، ورمزا لعظمة مصر وصلابة إرادتها وعزيمة شعبها، مضحين بأرواحنا لحفظ أمن واستقرار وطننا، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وأن يبلغنا جميعا ما نصب إليه من عزة وأمن ورخاء في ظل قيادتنا الرشيدة. مؤكدا أن الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة يستهدف تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي لتنفيذ كافة المهام التي تكلف بها القوات الجوية تحت مختلف الظروف. وكان من أهم النتائج والدروس المستفادة من هذه الانتصارات أن انتهجت قوات المسلحة وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنوع في التسليح، فشهدت كافة الأفرع الرئيسية ومنها القوات الجوية في السنوات الأخيرة طفرة في منظومات التسليح بانضمام العديد من الطائرات والهليكوبترات من أحدث ما أنتج من أسلحة الجو، مشيرا إلى وصول كافة التشكيلات الجوية إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة والالتزامات المخططة والغير مخططة التي تسند إليها في ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود الدولة والمشاركة في خدمة المجتمع المصري.